جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام في لقاء يتجدد معكم في حديث الدار. اليوم يعني إن شاء الله جلستنا ممتعة، ممتعة بضيوفها. راح يشرفنا إن شاء الله الداعي عبد الله بانعمة، يعني عودا والعود أحمد إلى شاشة المجد. عبد الله مشتاق لكم كثير، ومشتاق للدردشة معكم، وحاب أنه يزوركم في حديث الدار. فاليوم هو ضيفنا وسيحدثنا عن موضوع شيق وممتع، يتحدث فيه عن حب الخير للغير، كيف هو يرى محبة الخير للغير، كيف أصبحت واقعا يعني في حياته وممارساته وزياراته وكلماته، حتى أصبحت شيئا أساسيا في حياته. اليوم راح يكلمنا عن هذه القضية من الناحية العملية، وكم بالفعل نحن بحاجة إلى مثل هالأطروحات اللي تؤصل فينا فعل الخير، حتى يتحول هذا الخير إلى سلوك في حياتنا، يعني مصاحب لنا في كل أحوالنا. وأنا أتذكر هنا كلام جميل كان يعني في حديث، يعني حتى الشوكة يشاكها له بها أجر. بعضهم يقول يعني إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالقضية مرتبطة بالنية، فهذه النية هي التي تحول هذه الأعمال التي نعملها بطريقة اعتيادية وحياة يومية إلى حياة أخرى مختلفة تماما. هذا حديثنا إن شاء الله مع عبد الله بانعمة. وفي الجانب الآخر، الجانب المهاري، نحن نحتاج إلى أننا كذلك كثير من تصرفاتنا نديرها بإدارة مهنية يعني احترافية، حتى نستطيع أن نسيطر عليها بشكل جيد. إدارة الغضب، لما يجيك غضب كيف ممكن تدير حالات الغضب اللي تعتري الإنسان في أوقات مختلفة؟ ما هي مراحل الغضب والتحكم في الغضب؟ اليوم إن شاء الله معنا مدرب التنمية البشرية المهندس تركي الجدعاني، متحدثا عن إدارة الغضب. أما أنا في حديث الدار فاليوم أنتم ضيوفي وأنا ضيف عليكم، نتشارك في وسم حديث الدار في حديث عبد الله وفي حديث تركي، وكذلك في مشاركاتكم المتنوعة. أول شيء خلينا نستعرض معكم وسائل التواصل التي أسعد ويسعد فريق العمل بالتواصل معكم فيها خلال هذا الفاصل. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادي. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يقولون في يعني مهارات الحياة، مكان الطرق أهم من الطرق، كان الطرق أهم من الطرق. هذه قصة من قصص الحياة الجميلة التي يرونها، قد يقال أنها قصة رمزية أو حقيقية، نحن يعني نأخذ العبرة والفائدة منها. بعض الأحيان الأطباء
هدفهم الأساسي في طريقة العلاج أو في علاجك هو تشخيص المرض، فإذا شخص المرض بطريقة صحيحة سهل عليك أخذ الدواء، لأن الدواء موجود في الصيدلية عند الصيدلي هو لهذا. طيب، فأنت لما تروح للطبيب الهدف أنه هو يشخص المرض بطريقة صحيحة، فإذا شخص المرض بطريقة صحيحة سهل عليك العلاج، لكن إذا ما شخص المرض بطريقة صحيحة أنت حتتعب. لذلك نحن بحن نمارس الطب على أنفسنا. الواحد لما يمرض يروح الصيدلية يقول والله عطني ولا عطني، ولا يصرف لنفسه دواء وقد يكون التشخيص غير صحيح. يذكرون عن البحارين هذولا، في مجموعة من البحارين عندهم سفينة كبيرة، يمتلكون سفينة كبيرة. هذه السفينة الكبيرة كان يمكن يضرب بها المثل في المنطقة، أنها كبيرة وتحمل، وحتى في رحلاتها للصيد وغيرها تعتبر هي الأولى من نوعها. تعرضت هذه السفينة لخلل، حاول يعني ملاك هذه السفينة الاستعانة بمجموعة من الخبراء اللي موجودين في نفس المنطقة حتى يحاولوا إصلاح محرك هذه السفينة، لكن المشكلة أنه كل هذه المحاولات باءت بالفشل. تسامعوا وذكروا أنه في رجل عجوز كان يعمل من أيام شبابه في البحر، يعني على قولهم بحار من يومه، فاستدعوه قالوا له نحن نبغاك تخدمنا في سفينتنا تعطلت، تصلح لنا هذه السفينة ومحرك هذه السفينة. فقال أنا ما عندي مانع. وتعرفوا الخبراء لما يشوفوا للموضوع يشوفونه بطريقة مختلفة عن غيرهم. راح هذا الرجل العجوز إلى بيته وجاء بحقيبة خاصة فيه، وضع هذه الحقيبة عند المحرك وقال لهم حاولوا تشغيل هذا المحرك، وكان يتبع يعني صوت المحرك في محاولة تشغيله حتى وصل إلى مكان معين، أخرج المطرقة من حقيبة على قولهم الصيانة وضرب المحرك في مكان معين ضربتين وقال لهم شغل المحرك، واشتغل المحرك. تفاجأوا جميعا بالمهارة هذه اللي يمتلكها هذا العجوز في تحديد هذا المكان وهذا الضرب. فقالوا له الله يعطيك العافية ما قصرت أعطينا. طب ما قالوا الله يعطيك العافية، بس أقصد أنه طبيعة سياق الحديث أنه شكرا لك أعطينا فاتورة وتكاليف هذه الصيانة. فأرسل لهم العجوز هذا الرسالة والفاتورة، فقال تكاليف إصلاح هذا المحرك 10,000 دولار. طبعا استكثروا كثيرا هذا المبلغ على هذا العجوز، ويمكن لو جات شركة صيانة كبيرة وجابوا محركات وجابوا كان يمكن الموضوع ما أخذ هذا البعد، ودفعوا 10,000 دولار وهم ساكتين ومبسوطين إنه هو أحسن وأحسن وإليهم بإصلاح هذا المحرك. لكن استكثروا هذا المبلغ على هذا العجوز، فقالوا له لا هذا المبلغ ضخم جدا، أنت أعطينا تفاصيل نشوف إيش الجهد اللي أنت بذلته حتى تصلح هذا المحرك. فقال لهم طيب ما عندي مانع، أرسل لهم فاتورة ثانية بالتفصيل، كتب فيها قيمة قيمة الطرق 1 دولار و9,999 دولار، هي مكان أو هي مقابل اكتشاف مكان الخلل. طبعا ذهلوا، وبالفعل هم جلسوا فترة طويلة ما قدروا يحددوا مكان الخلل، استطاع هذا العجوز بخبرته أن يحدد مكان هذا الخلل. ولذلك هنا نقول أنه ليست العبرة في الجهد الذي تبذله لإصلاح المشكلة مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة 10 20، لكن المشكلة الكبيرة هي أنك لا تكتشف مكمن الخلل الذي تحتاج فيه إلى جهد، لأنك إذا اكتشفت مكمن الخلل الذي تستطيع من خلاله معرفة المشكلة ستستطيع حلها بيسر وسهولة. ومثال بسيط يمكن في حياتنا يعني اليومية، الطفل الصغير الرضيع لما يبكي الأمهات وبالذات اللي أول مولود وثاني مولود يحتارون في سبب البكاء، ليش يبكي؟ والولد يبكي وهي ما تعرف ليش يبكي، لأنه هو لا يستطيع أن يفصح عما يعني عن مكان الألم. لكن الخبرة تلعب دور، لما تشوف الأمهات يعني الكبار يعرفون تقول والله في كذا، أو أنه الولد يمكن نايم بطريقة خطأ، أو أنه الولد يمكن في شيء تحته، أو تجيب لك أشياء ممكن ما تخطر على بالك مباشرة، شيء بسيط وفجأة، مع أنه قد تكون الأم الجديدة استنفذت كل الطرق والوسائل التي هي يعني تعرفها ومع ذلك ما في أي استجابة، لكن تأتي صاحبة الخبرة بشيء بسيط وتنهي لك المشكلة. وهنا زي ما يقولوا يعني لما نقول لك الخبرة
تلعب دور. هذه هي الخبرة اللي حنا يعني نقول المفروض أنها تتوفر، والواحد يتعلمها من أصحاب الخبرة حتى يوفر على نفسه جهد كبير هو يبذله قد يكون في غير محله. وبالعلم والاستفادة من هذه الخبرات يستطيع الواحد أنه يوفر جزء كبير من وقته في حل كثير من المشاكل، ولكل مشكلة حل. كانت هذه قصة من مدرسة الحياة حبينا نحن نبدأ فيها يومنا في حديث الدار، ولعلنا نتابع هذا الفيديو الذي يتحدث عن أن الدنيا أرزاق. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. حياكم الله، اسمي عمر، حبيت أقص لكم موقف بسيط مع أبوي واللي خلان أصير أحد تجار المدينة. يوم كان عمري 13 سنة كنا نلعب مع عيال الحارة طب، وكنت اللي أكسبه من الطب أبيعه على عيال الحارة الثانية، ومن مكسبي كنت أشري جحل البيت وناكل منها أنا وأبوي وأخوي. حتى أن أبوي قال لي حكمة وما راح أنساها أبد: اتعب أول حياتك ترتاح تاليها، وارتح أول حياتك تشقى بتاليها. أما أخوي بذاك الوقت ما غير ينبط بالنخل، له باللي أكل عصافير وله باللي باع نبيط. كلمة أبوي ما خلت أن أرتاح، رحت وصلحت عربية وبديت أحمل بسوق الخضار. كبرت وأنا ما غير أكسب وأغبي قروشي عند أبوي، لين كبرت وبديت أبسط بالشارع وبيع وترزق الله. أما أخوي تخرج من الثانوية ويدور وظائف، وكل يوم يجي يتسلف من 20 ريال، وأبوي الله يرحمه توفي، ولكن كلمته كانت حياة بالنسبة لي مستمرة. ما أخفيكم سر، صحيح أني شقيت مع المراقبين وصحة البيئة، لكن النظام يبقى نظام، ومن يومها قررت أني أفتح محل بنفس المواصفات اللي يبون، ولا عندي أي مشكلة. المهم أني ما أجلس عالة على أهلي، وأكون مصمم على هدفي وتجارتي وأكسب وترزق. بعد سنوات فتح الله علي وسكنت في بيت فخم وتزوجت، وصار عندي سواق وخدم وحشم، ولا زال أخوي عبد العزيز يبحث عن وظيفة، وهي اللي قالها أبوي الله يرحمه لي: يا عيالي اتعبوا أول حياتكم ترتاحون تاليها، وارتاحوا أول حياتكم تشقون تاليها، تسببوا والدنيا أرزاق. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله مشاهدين الكرام في حديث الدار. نحن حديثنا اليوم والله مليء بالضيوف وبالفقرات، ومتحمسين كثير، وعبد الله ينتظر مشاركاتكم وأسئلتكم له على هاشتاج حديث الدار. طبعا حدنا في المملكة العربية السعودية، نسأل الله نديم علينا وعليكم النعم، لما نتكلم أو يجي موسم الصيف مباشرة يتبادر للأذهان أبها، ويقولون لا أبها من أبها ولا عسير في عسير، وأبها يزدان جمالها بخيمة أبها التي يسرنا أن نأخذ أخبارها وآخر يعني ما استجد فيها من الأستاذ عبد الله المرزوقي مساعد مدير خيمة أبها للشؤون الإعلامية من خلال هذه المداخلة الهاتفية. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك ويسلمك. حياك الله عبد الله، سعداء جدا بك. وأنا سعيد جدا، الله يحفظك. الله يبارك فيك. ضمن ضيوفكم الله يحفظك. الله يسلمك يرضى عليك، وهنيئا لكم بأبها وهنيئا لأبها بكم. الله يعطيك العافية ويبارك فيك، وندعوكم جميعا لزيارتنا فيها. الله يسلمك يرضى عليك. بداية أستاذ عبد الله، لو يعني أعطيتنا فكرة مختصرة عن خيمة أبها، بدايتها نهايتها وأبرز فعالياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. خيمة أبها الدعوية هي خيمة تابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. جميل. وهذه الخيمة انطلقت قبل حوالي 9 سنوات، وأسسها الشيخ عبد الله الشهراني رحمه الله. وهذه الخيمة كانت يعني دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، الذي رعى حفلها الختامي لمدة 6 سنوات. هذه الخيمة تقدم برامجها لكافة أفراد الأسرة من الكبار والصغار والرجال والنساء،
وتقدم برامج متنوعة ثقافية وترويحية، وتقدم أيضا برامج تدريبية منوعة. هذه الخيمة يعني لو أعطيك بعض الأرقام فيها، جميل. يعني في خلال 9 سنوات تم تدريب 19,500 متدرب ومتدربة، ما شاء الله، حضروا 152 دورة تدريبية بواقع 1,160 ساعة تدريبية بمشاركة 152 مدرب ومدربة. وهذه الدورات تنوعت ما بين المتخصصة والإعلامية والمهارية والتطويرية والأسرية. لأول مرة في خيمة أبها تم إقامة دورات للأشبال، يقدمها الأشبال، وهي تجربة موجودة لدينا وموثقة، وكانت دورات متخصص. استقطبت الخيمة ما لا يقل عن 3,730 متطوعا ومتطوعة ما بين أعمار 10 سنوات إلى 70 سنة. حاضر من الدعاة وطلبة العلم والمثقفين والمفكرين ما لا يقل عن 320 محاضر ومحاضرة عبر عناوين تنوعت ما بين التثقيف العقدي والوعظ والإرشاد والتربية والأخلاق والسلوك وتحسين الشباب والأمن الفكري وقضايا المجتمع والمشكلات الأسرية. يشارك في الخيمة ما لا يقل عن 16 جهة حكومية تنوعت خدماتهم ما بين المشاركات التوعوية والتثقيف والخدمات. أسلم في الخيمة في القسمين الرجالي والنسائي ما لا يقل عن 113 رجل وامرأة. زار الخيمة ما يقارب 490 ضيفا من ضيوف الشرف، من مشايخ القبائل ورجال الأعمال والأعيان والوجهاء والعسكريين والمسؤولين والجهات الخاصة والجامعات والجهات الخيرية والطلاب وغيرهم. قارب عدد الزوار للخيمة 1,000,000 زائر. بلغ عدد شركاء الدعوة والنجاح من الرعاة ما لا يقل عن 130 راعيا وشريكا. الخيمة طبعا نقلت تجربتها إلى بعض المحافظات في المنطقة، ونقلت التجربة واستفاد من تجاربها ونماذجها حوالي 16 جهة من الملتقيات المماثلة. الخيمة حصلت على 3 جوائز من التنشيط السياحي بعسير، وجميعها في المركز الأول. وكما أخبرتك في البداية، شرف حفلها الأمير فيصل بن خالد 6 مرات على التوالي. ما شاء الله. الخيمة يعني تعتبر من المناشط الكبيرة في منطقة عسير، والتي ينتظرها يعني أهل المنطقة وزوارها في كل عام. ما شاء الله. اللي يسمع الخيمة يظن أنها يعني هي مقر واحد، هل هي بالفعل مقر واحد أو مجموعة مقرات؟ طبعا خيمة أبها هذه التسمية أطلقت عليها ك يعني تسمية تعريفية، ولا هي مدينة دعوية متكاملة مكونة من عدد من الخيام في قسميها الرجالي والنسائي. يعني حتى يعني بعض الزوار يقول أنا أتفاجأ لما أزور الخيمة وأتفاجأ أنها خيام متعددة، وهي تأتي على مساحة 40,000 متر مربع. ما شاء الله تبارك الله. طيب في فئة يمكن يزعلون علينا، يعني الأطفال الأشبال لهم مكان، لهم برامج؟ طبعا عندنا خيمة في القسم الرجالي مخصصة للأشبال ببرامج تبدأ من بعد صلاة العصر، ما شاء الله، وحتى الساعة 11 مساء، وكذلك في القسم النسائي للبراعم وللفتيات الصغيرات. وهذه البرامج طبعا برامج منوعة ما بين ترويحية ما بين أركان تعليمية، وطبعا فيها ميزة وهي أن الأب أو الأم يضع ابنه في هذا المكان ثم يذهب للاستمتاع ببقية برامج الخيمة، ثم يأتي لأخذه في المساء. وقد يعني حتى يعني جميع الخدمات موفرة داخل قسم الأشبال وداخل قسم البراعم. ما شاء الله تبارك الله. يعني نقدر نقول إنه هذه الخيمة هي ملتقى للأسرة بأكملها، يعني اللي يجي ما يشيل هم. صحيح فعلا، هو يعني الأسرة بكافة تفاصيلها، يعني حتى العمالة المنزلية. ما شاء يعني الله. يأتي الأب مثلا والأم ومعهم السائق والخادمة. جميل. ثم يتجه كل شخص منهم إلى برنامج مخصص له داخل خيمة أبها. جميل. ويجد بغيته من البرامج ومن المسابقات والمنافسات وغيرها. جميل. أستاذ عبد الله، الفترة الزمنية متى بدأتم ومتى تنتهون بإذن الله؟ طبعا هذا العام نحن بدأنا بتاريخ 23 من شهر شوال، ما شاء الله، ولمدة 10 أيام، وتختتم الخيمة هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى يوم من الأربعاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير مملكة عسير. ما شاء الله. موفقين ومعانين، وهنيئا لنا يعني بهذا الإنجاز الجميل، وهنيئا لأبها وزوار أبها بهذه الخيمة المميزة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله.
كان معنا الأستاذ عبد الله المرزوقي مساعد مدير خيمة أبها للشؤون الإعلامية. حنا كذا كنا شوية في الجنوب، نرجع للبرامج الصيفية والملتقيات والمراكز التي يعني تنوعت في أنحاء مملكتنا الغالية، وجدة تحديدا كان هناك برنامجا صيفيا اسمه ملتقى أجيال، كانت عدسة المجد حاضرة والزميل باسم الأهدل أخذ بنا جولة جميلة نتابعها سويا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين شبكة المجد، اليوم متواجدين معاكم في مركز ملتقى أجيال مسجد الغزاوي، نقدم إليكم هذا التقرير الرائع ضمن برنامج حديث الدار. مركز صيفي رائع يتناول جميع الفئات العمرية من أشبال ومن براعم، فعاليات، أنشطة رياضية، هدايا، مسابقات، الكل بيستمتع في هذه الحلقة وفي هذا التقرير الرائع. كونوا معنا واستمتعوا مع هذه التغطية. قمة الحماس في التحديات الموجودة معانا في المركز الجميل، المركز الصيفي اللي انتم شايفينه. شوفوا الشباب هنا جالسين يلعبوا بلاي ستيشن، طبعا بلاي ستيشن كورة. فايز ولا خسران؟ باقي ما بدينا. باقي ما بديتوا؟ اسمك؟ ساري. سالم. ساري. ساري، طيب ساري انت الحين مين زميلك؟ ايش اسمه؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. نعم. يا عبد الرحمن انت شايف التنافس هو لوحده؟ ايوه هو لوحده. ايوه. طب ايش في الانشطه الرياضيه ايش يعجبك دائما؟ يعجبني في ايش؟ يعني عندك التنس، عندك تشوف البلياردو، الفرفيره. الفرفيره. أيوه. واليوم انت لاعب بلاي ستيشن. انا فرفيره وبلاي ستيشن. فرفيره وبلاي ستيشن، ما حد يقدر يتحداك؟ لا في البلاي ستيشن يعني فرفيره انا احسن. هذه اللعبة لها يعني مسميات متنوعة، في جدة يسموها الفرفيرة. عبد العزيز وحمود مقابل حمزة وباسم، ونشوف. والميدان يا حميدان، جاهزين؟ جاهزين؟ نلعب؟ بيض؟ يلا العب. شوت. الله 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 الله. ستوب ستوب، بنسوي لقاء بسيط بدون رمي. تمام يا جماعة الخير، زي ما انتم شايفين أسهم. تعليم الأبناء في ملتقى الأجيال موجود معاكم أنا اليوم في المركز الصيفي الرائع رم الأسهم، فأنا داخل كنت بنصاد، لكن الحمد لله الشباب فيهم مهارة عالية. أبغى الأصفر، أنا ما يكيفني إلا الأصفر أو الأحمر. كيف معك؟ أحتاج فنان. فنان؟ من الآخر؟ يعني بتجيبها في الأصفر؟ تبغى الأصفر ولا بعد أخرمها لك؟ كمان؟ يقول يبي يخرمها كمان. تتحداني؟ يلا باستمرار ما تمشي، سحبت انا. انا بشوفكم الين ما اتعرف على نقاط ضعفكم بعدين ارمي وراكم. الله على التيك توك. اسمك؟ اسامه علي الجميل. يلا جاهز يا اسامه؟ طيب يا اسامه، اسامه الان بيرمي. يلا يا اسامه، وشايف الجلافز؟ شد شد. راح. الله الله الله. واجهني واجهني زي بالضبط كذا. ايوه. ضم رجولك على مستوى كتفك، ثلاثة اصابع تحت السهم. ثلاثة اصابع. شيل اصابعك كلها ثلاثة. ايوه. شيل اصبعك عن السهم وامسك القوس بس. أيوه. يدك اليسار. حلو. جيب الثلاثة اصابع لين خدك. حمامة. تبغى اللي بعد خدي؟ لا بس لا. جيب السهم على مستوى عينك الاخضر هذا. عينك اليمين مو اليسار. اليمين؟ ايه اليمين. اسحب كمانه، طالع في السهم من البدايه لين النهايه وزنها على النقطه الصفراء. اكتم نفسك وشول. اسحب كمانه، اصابعك لين خدك. وسع رجولك شويه. ابيض 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 اصابعك ابيض لين خدك. عرضه عرضه ابيض. حجيبها في الاسود. الله.
الله 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 كيف؟ لا والله كيف معاكم؟ لا والله مضبوط؟ ما شاء الله تبارك الله، فعاليات متنوعة، فقرات متنوعة في ملتقى الأجيال بمسجد الغزاوي الموجود في جدة، يعطيهم العافية وقولوا للجمهور المجد وشبكة المجد انتم كذا احنا كذا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا، جلسنا في فناء الدار احبابا محبين. ايه نحن بدينا الحين هوا، بس حنا جلستنا يعني جلسة عفوية. حياكم الله مشاهدين الكرام. عبد الله يسولف معي فقلت له ترى نحن في حديث الدار يعني سواليف في البيت، يعني ما يعني ما نتكلف ولا نعيش جو الرسمية، ولا ترى انا من اول ما تقهويت، بعد حتى من اول ما بديت ما تقهويت، قلت اذا جاء عبد الله بتقهوى، يعني صعب اني انا اتقهوى قبل ما أرضى عليك أكرام الضيف هذا. الله يسلمك وش حياك الله عبد الله. دائما تعلمنا منكم الإكرام. الله يسلمك وأنت أكرمتنا والله بحضورك وتشريفك. طيب. الله يكرمك. كيف أخواننا المشاهدين؟ الحمد لله. المجد مشتاقين لعبد الله المجد يعني. والله إني أنا مشتاق لكم. الله يسعدك. مقصرين والله في الدعوة. الله يسعدك والله، أنت ما منك قصور الحق يقال، يعني أول شيء كتب الله أجرك إنك جيتنا اليوم وشرفتنا وشاركتنا. وأسعدتنا بحضورك. والأمر الثاني حنا نقول لك لا بأس يعني عليك طهور إن شاء الله، يمكن مريت بوعكة صحية الفترة الماضية. نعم الحمد لله. لكن سأل عز وجل أن يجعل ما أصابك يعني كفارة ورفعة لك في الدنيا والآخرة. آمين آمين يا رب. ومثلك يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا يقولون قديما عن الرجل الذي يكثر السفر أنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يشيل أمتعته على عاتقه ويمشي. فأنت ما شاء الله عليك يعني جدة مكة المدينة رحلات دعوية، في وضعك هذا تعلمنا وتعطينا دروس، فأسأل الله أن يكتب لك الأجر. لا خير إلا الله يقبلنا يا رب. نسأل الله تقبل منا ومنك صالح العمل. ما ندري أين القبول. نسأل الله أن يتقبل. نسأل الله أن يتقبل. حياك الله عبد الله. أنت اخترت لما كنت تكلم معك في إعداد هذه الحلقة وحتى الشباب كنت تقول لي أنا أبغى أتكلم عن يعني حب الخير للغير، بل توصيل الخير للغير. جميل. أحيانا الحب يكون بس مجرد فكر. جميل. أما توصيل الخير للغير هذا أفضل ما وجدته في هذا الزمن. سبحان الله. أي والله يا شيخ بندر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله. ويدخل تحت هذه المظلة أمور كثيرة. جميل. لأنه هذا عمل الأنبياء، فكرهم أول ما الأنبياء كيف الأمة هذه تستفيد وكيف ترجع إلى الله أول عمل. جميل. ويدخل تحتها كل شيء ينفع المسلمين، مو بس المسلمين، حتى دعوة غير المسلمين. أيوه حتى الطير، حتى البهائم. أيوه حتى البهائم. الإمرأة البغي لو صح. عرضت علي وعليك أن نتزوجها نتأفف صح؟ لكن هي في الجنة. سبحان الله. بسبب أنها وصلت الماء للكلب النجس، عملها نجس والكلب نجس والخوف نجس. أو قد يكون نعم. فكيف بهذا العمل البسيط كان هو توصيل الخير للغير. سبحان الله. إذا كان هذا في كلب كيف في إنسان؟ كيف إذا كانت الرحمة في الإنسان؟ الله. فكلنا محتاجين أنه كيف لعل الله. وجدت فيها يا شيخ فوائد في هذا الزمن سبحان الله في الحياة اليومية. جميل. يوم من الأيام عرض علي موضوع أيتام في المدينة المنورة. هذا الموضوع يعني قلت لعل الله، أنا كنت تعبان يومها. كلمت بعض المسؤولين وبعض المعقبين وبعض هذا، كلهم قالوا لي ما في فائدة. ما في فائدة يعني في الشفاعة في هذا الموضوع أو أنه نحل هذا الموضوع؟ ما في يعني صعب. فقلت خليني أخرج بنفسي لعل الله إيش
يجعل لي مكانه في هذا الزمن في قلوب الناس عشان تقضى على ايدينا حوائج الناس. الله. وخرجت وانا تعبان جدا. ما جاء الظهر الا والحاجه قضيت بفضل الله. سبحان الله. وانا راجع البيت امي تقول لي يا عبد الله اليوم لو جيت كنت تلاقيني ميتة. لا اله الا الله. ايش في يا امي خير؟ قالت لي شبكت فيش الكهرباء واصبعي في الحديد. لا اله الا الله. وتنفضني الكهرباء من الجدار للجدار. لا اله الا الله. قلت لها دمعت عيني. قلت صنائع المعروف تقي مصارع. ما شاء الله اكبر. هذا من امر بسيط شوف. سعي في حوائج الناس. اه. سعي في قضاء هذه الحوائج وافضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. الله يجعلنا وياك ممن تقضى عليه حوائج الناس. مره احد المشايخ جاء زارني البيت فقال لي عبد الله طبعا قلت له يا شيخ يعني لقيني معلق ورقه انا في البيت. ايش فيها الورقه دي؟ الورقه هذه طبعا بعد ما طلعت في قناه المجد. قناه المجد دائما ما شاء الله سباقه في الخير. الله يسعدك. يعني جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يا رب. فهي القناة الوحيدة المحافظة في هذا الزمن الله ينفع بها. وأخواتها كذلك. أخواتها نعم كلها قناة المجد. لا وغيرها في الإعلام الهادف إن شاء الله. نعم نعم. على خطاها. أسأل الله أن يجعل يسدد خطاهم ويجعلهم من أصدق الناس نية. يا رب يا رب. وهذه من توصيل الخير للغير. صحيح. ها للان نحن نشارك فيه. أيوة. انا صبيت لك القهوه من اول يعني ودي اقهويك. شربني قهوه الله بس ما ادري والناس ودها انك انت تسولف. أيوة. وقبل ما نكمل قصه الشيخ هذا كيف الوالده صحتها طيبه؟ طيبه الحمد لله بالشيخ. بسم الله. كيف والدتنا؟ ترى طيبه والله الوالده. أم تسلم عليها والله حتى وتسلم هي... عليكم ترى تسلم على الجميع. الله يسلمك ويسلمها والله. وان الوالده تسال عنك دائما وهي تعاتبني تقول انت مقصر مع عبد الله بس اقول لها ترى عبد الله بركتنا دائما مسافر المدينه مكه ما شاء الله فما نقدر نصيده يعني ما شاء الله عليك. لا بالعكس والله. لكن ان شاء الله افتقد دعواتها كمان مسوي. الله يسعدك يرضى عليك. الله يحفظك ان شاء الله. بعد الحلقه نتواصل معها. هذه من الاشياء الجميله اللي انا يعني اسال الله ان يديم علينا وعليكم النعم. يعني كل حلقه يمكن اطلعها على الهواء لازم اول ما انتهي الهواء الوالدة تتصل و... دائما حتى كل كم مرة أكون معاك ويتصل بي بعد اللقاء. الله يجزيها خير ويجزيك يطيل في أعمارهم ويبارك لنا فيهم. آمين. لأنهم هم بركتنا. أنا أشهد والله. وعم محمد الله يحفظه أبويا يا رب ومن له أب وأم والله أنه في نعمة يلزم العتبة. أي والله أنه في نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر ما تحتاج بس سواليف. الحمد لله. تحتاج إلى شكر. شكر عمل. والشكر عمل. اعملوا أنا داودة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف قهوتنا بس ان شاء الله جازت لك. يقول لك في ناس يوم القيامه يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وفي ناس يسقيهم الصحابه. الله. في ناس يسقيهم الملائكه. الله. وفي ناس ياتي الكوب الى فمه فينظر ما في احد. سبحان الله. فيسمع منادي من قبل العرش وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله اكبر. الله يجعلنا من واسع فضلهم. منهم. يا رب يا رب. والدينا والمسلمين. يا رب يا رب. شوف انا وانا اتذكر الان يعني سبحان الله اول مره اطعم القهوه بطعم المانجا من يدك. عدمتني خلاص انا حروح هناك شكلي. الله يحييك عبد الله. تقول لي زارك الشيخ الكريم وشاف عندك لوحه. مع الناس لما يجوني كانوا في بعد قناه المجد برنامج الاول الجانب المظلم. اي مع سامي الحمود الله يمسيه بالخير. الله يعطيه العافيه ويوفقه ويثبته يا رب. وكل اللي شاركوا في هذا اللقاء يا رب. ترى هذا اللقاء برضو في من توصيل الخير للغير. انا اشهد. ها وكان السبب فيه بعد الله. الله انت من الاسباب. لا والله انا ما من قبل ما تطلع الله يتقبل. وابو حسين الشيخ عبد المحسن الله يذكره بالخير ابراهيم الطلحه كلهم تشاركوا بكلمه. ترى سبحان الله انت عرفتني على الشيخ ابراهيم. الشيخ ابو حسين عبد المحسن. ابو حسين ابو حسين الله يحفظه ويشفيه يا رب. أبو حسين كلم واحد من الإخوان في الرياض اسمه إبراهيم الشينان داعية وراقي جاء عندي وأنا في محاضرة بين في كنت أنا وعادل الريان في بالسامر كانت. الله. حضر اللقاء سمع القصة راح قالها في خطبة جمعة
من كان جالس؟ سامي الحمود. إبراهيم الطلحة. إبراهيم الطلحة إيه. إبراهيم الطلحة امتحن لك سامي الحمود الشيخ سامي. روح لعبد الله بنعمة قال له يا أخي امتحنتنا. النقاهة عندنا فيها مليان مثل عبد الله بنعمة هذا. شال الرباعي وفي الكامل و... المهم أول ما جاني الشيخ سامي الحمود قال لي أنت اللي امتحنوني فيك. وجلس يسمع. امتحان خير هذا. أي والله. هذا يسمع من... فجلس يسمع قصتي شوية طلع ورقة بدأ يكتب. سبحان الله. اللقاء هذا شوف نفع الله به فين. أسلموا ناس عليه. تابوا ناس. بفضل الله من صاروا ناس يزوروني في البيت كثير. فالجيران صاروا يضايقوا. ومن الزوار وهذا. فقاموا كتبوا ورقة مقطوع الباب. الزيارة من 5 العصر إلى 10 المغرب. من عندهم حددوا الموعد. فيوم ما علقوا مين جاني أحد المشايخ الله يذكره بالخير ويسددوا اسمه الشيخ فهد الجاني. الله. شيخنا الحبيب هذا رجل. تذكره. أول ما دخل قال لي ما شاء الله عبد الله مبروك هنيئا لك الجنة. قلت له إيش فيه؟ مبروك قال لي هنيئا لك القبول و. الغفران. قلت له يا شيخ في شيء؟ قال لي ما انت خلاص بلغت اليقين ومرحلة القبول وهذا. قلت له لا يا شيخ استغفر الله العظيم مش. قال لي الورقة اللي مكتوبة هذه تدري هل كتب لك انك من اهل الجنة؟ تدري العمل اللي يدخلك الجنة ممكن يكون يوصل الى عند الباب الساعة 11 يلاقي الورقة مكتوبة يرجع. الله. تدري الكلمة اللي كنت تقولها لإنسان تكون سبب تغيير حياته وسبب قبولك عند الله رب كلمة لا يلقي لها بال من رضوان الله. يا الله لما يجي واحد من آخر الدنيا ويلاقي ورقة مكتوب زيارة بكرة يعني الوقت انتهى ولا قبل جاي من سفر. فقلت له يا شيخ سامحني شيل الورقة معك. وهذا من الترتيب هذا من الترتيب ترتيب الأمور. أحسنتي برضو يعني رفقا بالمريض يعني ما هو معقول أنا متى بزور المريض بجيك بعد الفجر وبجيك واحد قبل الظهر وبجيك واحد بعد بعد العصر وبجيك واحد بعد المغرب أداب الزيارة. أيوه. فلا بد أنه يكون في وإن قيل لكم ورجعوا فرجعوا وأزكى لكم. لكن لا أنا شاهدي في هذا الموضوع أعطينا قصة الشيخ اللي دخل وشاف الورقة هو الشيخ. قلت له بعدين قلت له يا شيخ الناس امتحنوني كلهم يطلبوا حاجات ويطلبوا واللي عليه دين واللي عليه يبغى فزع. فقام دمعتين هو بكار رجل قال لي يا شيخ عبد الله احمد الله جعلك في مكان تقضى على يدك حوائج الناس. الله اكبر. ما جعلك في مكان تسال الناس. الله اكبر. قلت الحمد لله. ها هنيئا لك. هذا ابن عباس كان يقول انه كلمه. ايوه ابن عباس كان يقول رضي الله عنه وارضاه تكلم عن أربعة من إخوانه الذين لا يستطيع مكافأتهم. قال يعني منهم ذكر والله أعلم الذي يبتدرني بالسلام الذي يفسح لي في المجلس الذي يعني يزورني لا تذكر صراحة ترتيبها. لكن الرابعة قال والذي لا أستطيع أن أكافئه رجل بات ليله يفكر في من ينزل حاجته فجعلني أهلا لذلك. يعني ما واحد يجي له مثلا مشكلة ولا قضية يفكر في مين يعني أروح لمين أقصد بعد الله عز وجل يساعدني في حل هالمشكلة. فهو ترك الناس كلهم وجاك أنت. هذه نعمة من الله أنه سخرك لخدمة هذا الإنسان من بين الناس كلهم. فكيف تكافئ؟ يقول ابن عباس يقول وهذا الذي لا أستطيع أن أكافئه هذا ما أقدر أجازيه ولا أقدر أوفيه لأنه اللي قدموا شيء يعني شيء كبير جدا أنه خصني من بين الناس كلهم. يعني تتخيل شوف الناس كم عددهم وسابهم وقال أنا بروح لعبد الله بنعمة لعل الله أن يجري الخير على يديه. فهو باب خير كبير. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد لأن أمشي لقضاء حاجة أخي خير لي من اعتكاف شهرا في مسجدي. الله أكبر. طيب تخيل اعتكاف ليلة تعدوا ليش سبحان في الإحبادات ورسول الله يعتكف وفين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو في أي مسجد وهو اللي يعتكف رسول الله مو أنا وأنت. اللهم صل على محمد. شوف اعتكافه كيف في قضاء حاجة أخيك المسلم. ولذلك هذا يمكن يقودنا لعبد الله التساؤل انه بعض الناس لما يسمع هالكلام يقول لك طب يا اخي انا ما عندي مثلا ماني صاحب جاه يمكن ولا اني صاحب مال حتى اقدر يعني اخدم الناس وافزع للناس. هل هي محصوره في ما احيانا بدها
الله. زارني فضيلة الشيخ لما الله يحفظه، وكان السبب بعد الله أنت الشيخ محمد. فقلت له يا شيخ محمد المختار الشنقيطي الله يعطيه، عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الله معالي الشيخ الله يفتح، الله يطول عمره آمين يمتعنا في علمه. قلت له يا شيخ علمني ده أختص كده. فقال لي يا عبد الله جوامع الدعاء هي أفضل الدعاء. الله. لما أنت تدعي لأخيك في آخر الدنيا هو غافل وأنت تدعو له، من أنت؟ عشان هذا عمل الأنبياء. الله. فقال لي يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. لما جلست أفكر في هذه الدعوة عجيبة يا شيخ. سبحان الله. ربي اغفر لي أنك ما نسيت نفسك، أبدأ بنفسك هون، لأن كلنا ما نتحرك إلا لإصلاح أنفسنا. ما ينفع كذا نجو الناس وأنت هلكت، ابدأ في نفسك. ولوالدي هذا من البر، ولجميع المسلمين. الآن جميع المسلمين هذه تشمل المؤمن والمحسن والمتقي. مش كل مؤمن كل درجات ال مش كل مسلم مراتب الإسلام، لكن كل مؤمن مسلم، مش كل مسلم محسن، لكن لا الإسلام شاملة. طب اللي ماتوا ولا اللي أحياء؟ كلهم الأحياء ولا اللي جايين؟ كلهم. يا الله إنس وجن. الله. فأنت تخيل الناس يعصون وغافلين، يسخرك الله تدعو لهم أنت ربي اغفر لهم. دعوة نبي الله نوح، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وسبحان الله، وفي المقابل يعني دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة له ملك ولك بمثل. حتى بعضهم بعض كان من فقه السلف يقول لك، كان بعضهم يذهب إلى إذا أراد أن تستجاب دعوته يدعو بها لأخيه، فإذا كان أراد توفيقا فقال الله يوفق عبد الله، يقول ملك ولك بمثل، يقول لأنه دعوة الملك مستجابة. آمين. فيكسبها يعني. الله يزوجك والله يا بندر الجنة. أعتقد. الله يكتب لي الخير في الدنيا والآخرة. يقول آمين ولك مثل. أنت ما لقيت إلا هالدعوة يعني؟ ما حصلت. شوف حتى في الاستوديو قاعدين يضحكون الشباب، ما خلصت الدعوة. عشان الله يكرمنا. يسعدك ربي يا شيخ. طيب عبد الله اللي كيف عبد الله قاعد يتكلم عن توصيل الخير للغير وهو وضعه كذا؟ يعني مثلا زياراتك، نحن والله تعبناك اليوم، يعني يمكن جدولك بالعكس والله شويه صعب. امس كنت في مكه انت ها؟ الحمد لله. ولا لا قابلت الشيخ بدر قبل امس؟ اي الشيخ بدر قبل امس بن نادر قابلت الله يوم الجمعه. الله يرفعه في الدنيا والاخره، تواضع الكبار رفع للصغار. انا اشهد. لما يجي شيخ مثل هذا يقبر راسك ولا يعطيك من وقته شويه. انت ما شاء الله عليك عبد الله، يعني ان شاء الله نمتعك بالصحه والعافيه. اللي بيسلم على راسك ما يتعب. ايه. بس انت تتعب ما شاء الله زي الحجر الاسود. قلت له لا في مكه الحجر الاسود. اما يعني بس انت تتعب لما تبغى تسلم على راس الرجل الاسود. بس لما تبغى تسلم على راس احد تتعب. الحمد لله انا كان نفسي اسلم على راسك انت كمان. الله يرفع قدرك. قول امين. لا يعني بعض المشايخ اشوفه ما شاء الله لما يزورك يسلم على راسك، وانت تقول له اسلم على راسك يرفض. اي يرفض لعله ان شاء الله من تواضعهم. اي لكن ان شاء الله محبتك يعني غمرتهم جميعا. اضمهم بقلبي. اسال الله ان يكتب لك الاجر. اسال الله ان يكتب لك الاجر. طيب من الاشياء الجميله في عبد الله، وكلك جميل كتب الله اجرك، انك تحرص على زياره بعض الجهات حتى في مقارهم. يعني مثلا كان لك زيارة أخيرة، ما أدري إذا كانت الصور معانا شباب تسعفون بها يكون جدا جميل. زرت جمعية مؤخرا، وهذه الجمعية أعطوك وسام، وأنت تحتاج يعني تستحق هذا الوسام وزيادة. لا والله أنا ما أستحق. وكانت زيارتك هي محبة الخير وتوصيل الخير لهذه الجهة، وإنت إن شاء الله من هالمنبر اليوم تساعد في إيصال يعني هذا الخير الذي يقومون به. هذه الزيارة يا شيخ كانت بدون ترتيب والله. سبحان الله. اي والله انا خرجت عندي اخ عزيز علي، وهذا انا افتخر فيه انه اخويا في الله. ونعم. حسين عقيلي. ونعم. ابو خالد. ابو خالد. ونعم. ونعم. هذا الرجل يحب توصيل الخير للغير. وقصص معه بيني وبينه كثير. سبحان الله. في اعمال الخير، وهو كمان
خاص في فئة ذوي الاحتياجات، أخواننا من ذوي الاحتياجات من حركية وبصرية. فيوم من الأيام اتصلت به، أنا كان عندي موضوع ساعي في عمل خير لابن خالة لي، قلت له أبو خالد أباك تيجي معايا رايح دائرة حكومية بحكم لك علاقاتك لعل الله يكرمنا. جميل. خرج من عمله أستاذ وجاني، وهو يحب يصيد ما يحب يترك إيش، ما شاء الله عليه. ايه. قناص فرص ما شاء الله عليه. ايه. طلبته في موضوع فقام طلب مني حشرني موضوع تاني واحدة بوحدة. وأنا كنت يوم رايح مكة وكان عندي شغلة هناك في مكة وتأخرت على الوالدة، قال لي عبد الله بس نص ساعة كده نمر على جمعية هنا حتتعجب منها، جمعية الأيدي الحرفية. قلت له أبو خالد يا أخي والله الوقت مو مرة مو كويس. قال لي بس لا تضيع فرصة دقائق إيه، ويشيل أنا ويلطعني ساعتين عندهم. والله لما دخلت ما أبغى أخرج. جميل. وأكثر ما لفت انتباهي استقبال رئيس مجلس الإدارة والموظفين اللي عنده، يعني استقبال طيب، رجل الدكتور مصطفى القرشي رجل عجيب، جلس يشرح لي الموضوع لين أبهرني وما صرت أبغى أخرج. قلت له موظفوني عندكم. جميل. مما رأيته من خدمة لله. والله خدمة. إيش هي؟ أعطيني فكرة الجمعية، إيش هي الجمعية وتخدم مين؟ الآن الناس الآن يجوا للأسف يتعلقون بالأسباب وينسون رب مسبب الأسباب. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما أنا إيش أقول لك، يعني الله يجعلنا في هذا المنبر يتصلون علينا، أسأل الله أن يفرج همهم، هم المهمومين ويقضي الدين على المدينين. اللهم ويشفي مرضى المسلمين. ف أكثر الناس يعني يطلبوا أمور دنيوية، المال. والمال تلاقي عنده هو يقدر يقول لك أنا بدون وظيفة بدون. الأيدي الحرفية هذه جزاهم الله خير، بدل ما تروح تطلب من فلان وفلان وفلان، زي ما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعدين قال له اشتري فأسا واحتطب. فكان الفائدة أكبر أنه مهنة في يده. صحيح. الأخوان في الجمعية اسمها جمعية الأيدي الحرفية الخيرية. الخيرية. يعلمون الناس خاصة الرجال والنساء. والذي أعجبني وخلاني أمشي في هذا الموضوع أنهم مخصصين 20 مشروع تصميم لذوي الاحتياجات. أها حلو. يعني أنا مثلي، أنا الأخوان اللي جالسين في بيوتهم، قد أنا أكون ما عندي أقدر أعمل ولا أشتغل، لكن في ناس أيديهم تتحرك. يكون شلل نصفي مثلا. أيوة. وعنده مواهب وعنده خبرة وعنده فكر عالي. لكن ما لقي اللي يساعده. أيوة. ويوجهه ويحمله مسؤولية أنه كيف ينتج. عجبني عندهم مسوين مشروع المساج. المساج يبغى له أحد سليم إنه، لكن هم مخصصينه للمكفوفين. جميل. يعني عندهم برنامج تعليم مهنة المساج للإخوة المكفوفين. مكفوفين. حلو. تخرج منهم 5. ما شاء الله. ما شاء الله. والآن هذول أصبحوا أصحاب مهن، يعني عندهم المساج بالطريقة الصينية عن طريق القدم تحت. وفيهم شاب اللي عجبني اسمه ماجد، أخذ الأول. ما شاء الله. ماجد الآن فتح له عيادة وصار سبحان الله. ما شاء الله. يعمل مساج بالرجول وبالاتصال يروح للبيت. ما شاء الله. أيوة يعمل مساج. فهذه يعني صار عنده مهنة يمتهنها وما يحتاج. أيوة. بدل ما ينظر للضمان وللشؤون الاجتماعية يصير صحيح. يصير هو بنفسه. ما. اليد العليا خير من اليد السفلى. صحيح. حتى هو يشوف نفسه، يعني إنه أنا والله ما أفضل من ممن يمكن بعضهم ينظرون لي نظرة استعطاف أو غيره، يعني هو أفضل منهم وأقدر منهم، يعني مكانة ومهنة وعملا وخبرة و... جميل. أعطوك بعدها جاء زاراني في البيت. جزاهم الله خير. وكلفني بمهمة صراحة لست أهلا لها، والله أرى أني لا ما شاء الله فيك الخير والبركة. يقول لي نبغاك تكون سفير حرفية. جميل. اللي شجعني أول طبعا، إحنا مشكلتنا يا أخي
إذا سلمت الداعية مهمة أو مسؤولية ينطفي. هذه زيارتك كانت لهم في ال ما شاء الله، هذا الدكتور مصطفى. أيوه ما شاء الله تبارك الله. هذا كان الأسبوع الماضي. مطبخ كمان عندهم طبخ ما شاء الله، يعلم الرجال والنساء والخياطة كل شيء. ما شاء الله عليهم. وكيف يعتمدون مثلا على أنفسهم إذا لا كانوا بعدين يسووا الآن هم لذوي الاحتياجات وغير ذوي الاحتياجات يقدمون الآن يسووا زواجات فخمة تغطية الميز وما الميز. الآن عندنا المطاعم الغالية هذه يعني يأخذ مبالغ هائلة. جميل. مع أنه عندنا الآن بديل في من النساء سبحان الله في يعني يصنعوا لك من أفضل أنواع الأكل ما شاء الله تبارك الله. وكذلك خريجين هذه الجمعيات وال نعم. يعني أصحاب مهن حرفية يعني على قولهم، وهم ينتسبون لنفس الجمعية. حلو. التصوير الآن لما نيجوا يصوروا في الزواجات توثيق ومش تجيب واحد من برا مبلغ هائل كبير. هم عندهم كل شيء. جميل. يعني عندهم مجموعة خدمات، ليس يعني خدمة واحدة، مجموعة خدمات يقدمونها ويخدمون فيها. يعني هم يعلمون ويقدمون الخدمة. لا تنتهي يا إما بمشروع يقام له هذا الشخص. حلو. أو إنهم يساعدوه على وظيفة. وأنت أصبحت سفير. والله لهذه الجمعية. طبعاً هذه المسميات يا شيخ إحنا إن هي الأسماء سميتموها. لا والله يعني جميل. وهذه شهادة كونك سفير هي جميلة صراحة على أبويا، لأن وهذا الوالد الله يمتعه بالصحة والعافية ما شاء الله نعم عمر. بس برضو هي جميلة يا عبد الله في أنها تعطيك نوع من الشعور بالمسؤولية، لأنك يعني أنت برضو مسؤول. مسؤولية كبيرة. أيوة. وهم برضو في المقابل يعني هذا من توصيل الخير للغير. واللي يعني شجعني أكثر أني أقبل هذه لأنه فيها تخصص لذوي الاحتياجات. وأنا أدعو من هذا المكان إخواننا المكفوفين المعاقين، حتى اللي عنده إعاقة فكرية بسيطة ممكن هم يصنعوا له يعني يسخروا له مشروع كده يعلموا فيه. جميل. سبحان الله. جميل. يعني هم يساعدون على انتقال الفرد من كونه فرد قاصر على ذاته إنه يكون فرد خير وممتد للغير، لنفسه ولغيره. يعني يقدم خدمة بس مستهلك يكون منتج. أحسنت. عجبتني كلمة من اسمه الأمير، لو سمعتها قبل يمكن 10 سنين ما شاء الله، فيصل بن سلمان، سلطان بن سلمان، هو رئيس جمعية الأطفال المعاقين. معاقين. قال هم ليسوا ذوي احتياجات، هم ذوي قدرات. وفعلا تقدر تحسب أنك أجير من صغيرة. وفيك انطوى العالم الأكبر. أي والله. أحسنت. بس الواحد كيف في ناس مخبين أولادهم في البيت، لا روح الجمعية قولوا لهم نبغى نعلم أولادنا. أحسنت. الجمعية موجودة في منطقة مكة المكرمة. إيه جدة ومكة، ونبغى تكون في جميع أنحاء المملكة إن شاء الله. في الدمام كمان. في الدمام فيه. إيه في ما شاء الله. جميل. قائمين عليها أخوان فضلاء هناك وأخوات، الله يوفقهم إن شاء الله. يا رب يا رب. بالنسبة للأسماء هذه يا شيخ، السفير والشيخ، أحد الأخوان قال لي يا أخي تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة؟ قال وهذه يا ريت نسمعها بأذان القلوب. قال الفرق قبل الاسم وبعد الاسم. قلت له كيف؟ ماني فاهم. قال لي قبل الاسم أنا وأنت من يوم ما عرفنا أنفسنا نشتغل وندرس ونشتغل من أجل أن يكون اللقب قبل الاسم. الدكتور فلان تدرس 30 سنة، إذا ما حطوا لك دكتور تأخذ الشهادة، يصير اسمك الدكتور، الشيخ، الكابتن، الضابط، القائد. قالوا هم لا، اشتغلوا على اللقب يكون بعد الاسم. لما تقول أبو بكر رضي الله، رضي الله عنه، تقول عمر تقول رضي الله عنه. قال لكن ما يحصل بعد الموت، إذا مت أنا وأنت إيش اسمي واسمك؟ بندر رحمه الله. أو صير اسمك بندر، جيبوا الجثة. جثة هذا أثناء جثمان جنازة الميت، اللقب والاسم راح. بعد 10 سنين يقولوا لك بندر ولا عبد الله بنعمة، أنت الدكتور عبد الله، الشيخ عبد الله، أنت. لكن هم لما ماتوا لما تقول الصديق
يجي في بالك ابو بكر الصديق؟ القاب اعطاهم اياها الله لانهم بحثوا عن الرضوان، اخذوا الرضوان في الارض. رضي الله عنهم ورضوا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكلنا محتاجين انه نشيل المسميات هذه، كيف نعمل نكون عبيدا لله. الله يجعلني وياك العبد. يا رب يا رب. طيب انا حترك شويه مجال لل يعني للمشاهدين انهم يشاركونا في الهاشتاج، هاشتاج حديث الدار. لعبد الله يعني تاخذ راحتكم مع عبد الله. انا حاعطيك بعض مما جاء في الهاشتاج. في سؤال سلام نديم علينا وعليك النعمة متابعينا، الله يحفظ، الله يكتب لنا ولك القبول، الله يقبلنا وياكم يا رب يا رب. بس كنت ابغى ايوه في احد يحش؟ كيف؟ لا لا ما في حش الى الان، يعني الامور في السليم. بس انا مر علي قبل شويه تساؤل كان يقول لي كيف يمكن يعني ان اكون موصلا للخير للغير. يعني بعض الناس يمكن يقول لي انا ما عندي شيء، انا ما عندي شيء. انت قلت الدعاء، يقول لك يعني الدعاء الحمد لله كلنا يعني نؤديه، لكن قضيه السعي، الكلمه، التوجيه، المواساه. يعني ترى بعض الناس اتوقع عبد الله يبغى مننا مواساه. ايوه ما يبغى اكثر من كذا، يبغى زياره. ايوه الان يا شيخ بندر فكرنا هذا التقاطع الاجتماعي اللي جاء الان. كنا نزور خال وعم وجد وصاحب وحبيب، نزوره من اجل الله، نزور بالنيه صح. لما جت التواصل التقاطع عفوا صرنا نرسل رساله واتصال. كم من الخير منعته من هذه الارض؟ لما نزور مريض النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا لا يزال في خراف الجنه. الله. لما نزور مريض يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله. الجوائز ناداه منادى من السماء ان طبت وطاب ممشاك، تبوأت من الجنه. اذا ممشاك يطيب، كم من الشياطين تشرد من هذا الممشى؟ الله. وتبوأت من الجنه منزلا. كم لما تدخل تزور انسان تقول له جاي ازورك في الله، كم من السرور تدخل عليه؟ الله اكبر. كم من الذنوب الان في البيوت لما تدخل تذكره بالله في هذا المجلس، الله يقول قوموا مغفور لكم. كم من الخير وصلت لغيرك؟ اعظم ما نوصل من الخير ترى انت زائره وانت زائر، بدل ما تزور من اجل مصلحه يمكن تاخذ رضاه وما تاخذ، يمكن احتاجه يوم من الايام، النيات هذه اللي تحت الغطاء، يمكن يوم من الايام احتاج هذا الرجل ازورنا، ولا احتاجها في يوم من الايام ازورها، ولا لا يزعل عمي ولا خالي، هذه كلها مردود عليك. يمكن تكسب وده ويمكن لا، لكن لما تزور لله زي ما قلت من اخر الدنيا. والله اعرف رجل ايش في الاعياد يتصل بيقول لي بجيك المدينه، هو في جده يا الله، شويه يدق عليه في الرياض. طب ايش بك؟ ايش وداك الرياض؟ شويه يدق في الدمام، شويه من حائل، شويه يجي المدينه بعد كم يوم. يعني يمشي في العيد كلها، اقول له انت هذه كلها تمشي الرياض وايش وداك الاماكن دي؟ يقول لي لا والله راح ازور اخوان لي في الله. هذا في زمننا، بين نحن من هذه المعاني. لان امشي لما جاء الرجل يمشي الى زياره اخيه في الله، لقيه على مدرجته ملك، اني اني رسول الله اليك، انه يحبك كما احببت الله. عندي يا شيخ في البيت في المدينه اول ما سكنت، وهذه قصه اول مره اقولها. جميل. نقلت بيت ثاني في حاره، فرشوا لي وانا في جده، ورحت وصلت الساعه 3 في الليل. تفاجأت في رجل في الحاره قام من ورا السياره كذا لابس توب ولابس شماغ وجزمه. الله يكرمك. الساعه 3 في الليل. في الليل. معاه كيس، ايام عيادنا الفجر بدري، معاه كيس ويلم علب واوراق. شفته بعيد كذا من طلعت البيت. ثاني يوم او ثالث يوم خرجت لقيته في الظهر برضه ياخذ علبه ويجي الى عند البرميل ويرميها. لابس توبه ولابس كل شيء. اللي معاه يقولوا هذا شكله موسوس. شوف الفكره. تكررت الموضوع كم مره معايا، مره انت
مرة معايا واحد ثاني اللي يقول هذا شغال في البلدية شغله. المهم ماسكين ومحشات الرجال. وأنا والله فرحان بعمله يعني. هو ما يتكلم من بعيد كده يجي يسلم من بعيد ويمشي. في يوم نويت إني أروح أصلي في الحرم الجمعة. وأنا خارج أذن الظهر الأذان الأول. الأذان الأول حق الجمعة. قلت يا الله دحين زحمة خليني صعب أروح. إنك تروح الحرم. أروح قباء قريب مني. وأنا خارج لقيته في آخر الشارع مع كيس ويلم أوراق. سبحان الله. أكياس الليز ولا هذا. ركبت السيارة وماشي. قربوا البرميل الله يكرمك حق الزبالة جنبي رماها ويقول لجلال السواق حقي يقول له رايحين الحرم؟ جلال قال له لا رايحين قباء. قلت له أقول لك خليه يجي خليه يطلع نروح الحرم. ورحت عشانه. دخل سلم عليه كيفك يا ولدي يا عبد الله؟ طلع يعرفني الرجال ما شاء الله وكلامه موزون. قال عمي كيفك يا ابويا طيب؟ قلت له والله اني دائما ادعي لك. قال لي احنا اللي ندعي لك انت كل يوم عندنا في البيت نذكرك ونشوف مقاطعك ونشوف ونحبك في الله. قال لي انا عمك فلان فلان اسمه احمد كردي والله الله يذكره بالخير. قال لي انا مدرس متقاعد لي 35 سنة ادرس ما شاء الله. ولدي واحد طبيب واثنين مدرسين ما شاء الله. قلت له انا ادعي لك. قال لي على الاوراق اللي اشيلها هذا. قال لي يا ولدي شوف الفكر. الواحد يشوف بيته نظيف ما ضره لو شاف شارع بيته نظيف. الله. قال لي يا ولدي الايمان 70 شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اعلاها لا اله الا الله. الله اكبر. وادناها اماطة الاذى عن الطريق. اماطة الاذى عن الطريق. قال ونحن نجمع بين الاثنين لعل الله يعطينا ما بينهما. الله اكبر. كلام جميل. والله كلام غاية في الروعة والله. الله يسلمك. والتفكير. شوف الفكر. ولا اللي يطلع يسخط ويقول لك وين البلدية؟ وين المدري ايش؟ وين لو كل واحد فينا يسوي هذا انتهت المشكلة. الرجل ازاح الشوك من طريق المسلمين ادخله الله الجنة. الله اكبر. ما عندنا يا شيخ معاني اللمسات انشغلنا بهذه الاصنام اللي متحركة. شغلونا يا شيخ. وهذه الاشياء تنتقل بالمحاكاة والقدوة. كان يذكرون عن مجالس الذكر. ايوه واحد الصحابة كان يسير في احد الطرقات ولقي غصن شوك فازاحه. وهما في الطريق احد طلابه يعني من التابعين راى غصن شوك فازاحه فقال له لما فعلت هذا؟ قال رايتك فعلت ففعلت. فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ازاح غصن شوك عن طريق المسلمين كتبت له حسنه ومن تقبلت له منه حسنه او كما جاء في الحديث دخل الجنه. في الموضوع يحتاج لمحاكاة. شوف بالفعل واسم. هذا أثار عندك تساؤلات وأثار عندك أيوة. وحرص وأيام طويلة شوف أيوة. والفقه اللي هو يشوف فيه يعني ما شعب الإيمان أعلاها وأدناها يعني بالفعل هذه الأشياء ما تجي كذا على قولهم بالسواليف. بالعمل والمحاكاة يمكن الواحد يتأثر فيها أكثر. قال الله لو أنهم فعلوا ما يوعظون به جميل لكان خير لهم وأشد تثبيتا. تثبيتا الله. احنا محتاجين الثبات الآن. جميل. طيب أنا عبد الله ودي أصب لك شاهي. نعم أصب لي شاهي وخليني بس ولا قهوة عشان بنطلع فاصل. فاصل ونواصل. ونواصل. طيب شاهدين الكلام فاصل ونواصل. قهوة. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. الإجازة طويلة عشان كذا حتكون برامجنا أكثر. مسلسلات وبرامج مشوقة، أفلام كرتون متنوعة وجديدة للأطفال مع قنوات شبكة المجد. إجازتكم غير. جدد اشتراكك بأقوى عروض الصيف، مدة أطول والسعر بكثير أقل. جدد الاشتراك لمدة 30 شهر فقط ب 999 ريال أو جدد الاشتراك لمدة 21 شهر فقط ب 777 ريال. احسبها صح وسارع بالتجديد، الفترة محدودة. يمكنكم الاشتراك من خلال الاتصال بمركز العناية بالشركاء
أو من خلال أحد موزعي شبكة المجد في السعودية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. قطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادي. حياك الله. الله يحييك. الله يسعدك عبد الله. هذا لما دخل انا جلست تضحك، يعني في ذكريات. ايش رايك؟ والله انا بقهوي هاني. ما شاء الله العافيه. تقهويت انت ولا لا؟ انا تقهويت، يا شربت قهوه بطعم المانجا من ايدك. حياك الله يا هاني، نورتنا وجودك يا الله يسعدك ويرضى عليك. يا هلا وسهلا. الناس يتعجبوا يقولوا ايش هاني، من هاني؟ اول مره نشوفه. ايوه انا في قصص جميله. يمكن من اوائل الايام اللي كنت ازورك فيها كنت اشوف هاني عندك. ايه قبل كم يوم؟ هذه تقريبا يعني يمكن يعني 10 سنوات ممكن. سبحان الله. قبل 10 سنوات او 11 سنه كمان. الايام تجري كانها امس. انت تعرف كم لي الان بالشلال؟ كم؟ لي 26 سنه. سبحان الله. كانها امس اتذكرها والله، كانها امس. تعرف هاني من متى؟ هاني من متى؟ هاني من يوم ما ولدت، ليس كذلك؟ بس أنا شفتك قبل 11 سنة عند عبد الله. 11 سنة تقريبا. شوف اليوم كيف تمشي. كنت وقتها جاي من الإمارات صح؟ نعم. هاني يا شيخ أعطيني قصتك مع هاني. الله هاني. هاني ولد خالتي، أنا أكبر منه بسنة. سنة واحدة؟ سنة. وتتفلسف عليه طبعا عشان اكبر منه. الله يخليكم. كل واحد عنده اعمال وافكار وما تدري فين الخير. الواحد ما يدري ايش بكره مستني. الله اكبر. تدري انه هاني انا كنت يوم من الايام اشيله على ظهري. كنت انا احمله. كان يحبي كده في سنة كاملة وأنا عمري سنتين هو يمشي كده. فطاح من دكة كده جاته حمى وانشل اسمه وقف. سبحان الله. فإحنا صغار كبرنا مع بعض سبحان الله، وروح نلعب إحنا صغار نخرج وهو جالس في البيت، فصرنا نتشجع معاه نشيله نسحبه من رجوله ونشيله عشان يخرج يلعب معنا. فبدأ جسمه يقوى بس ايش العضلات ضعيفة وشلل الأطفال جاله. صرنا نسحب أنا وإخوانه الصغار نسحب فيه. بعدين لما كبرنا شوية صرنا نشيله لما نروح مسافات طويلة. وكان ربي يقول لي ترى هذه حجة لكم أو عليكم. سبحان الله. فصرنا كبرنا إلى كم عمري 18 سنة كبرنا سوا سبحان الله، لنا صولات وجولات واحنا صغار انا وهاني. وان شاء الله يقدر عليها بعد 18 سنه بالشلل ويجي هاني لين عندي هو اللي ياكلني ويشربني. سبحان الله. ايش رايك هذه العبره؟ الله اكبر. الايام هذه رساله فيها رسائل صح؟ صحيح. الايام ودول. كم جواني ناس يمشوا في البيت وبعد فترة لقيتهم مشروا لي. سبحان الله. أي والله يا شعب انت. منهم واحد لقيته شهر رباعي كامل في مستشفى. فقلت له يا أخي
قال لي والله يا شيخ عبد الله لما كنا نجي انت تقول قصتك نقول يا عمي هذا يبالغ، مو كل انسان يبتلي الله. ابتلاه الله يعني مو شرط انه يبتليه على كلامه، لا الله مقدر له الخير، ترى هذا خير لنا احنا. هاني ما شاء الله يعني اكرم الله وتحدى الصعاب وسافر الى الامارات صار يشتغل ما شاء الله، اخذ شهادات الان جاي من الامارات بس بنفسه سوق السياره ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. انت الحين تكلمت عن هاني، نحن نسمع من هاني يقول لنا ذكرياتك يعني ايش هيطلع؟ طلع انشفر لا تطلع. يعني بينكم موده ما شاء الله تبارك الله كبيره، يعني كنت الاحظها في يعني من خلال الزيارات، بس الله نجمعكم دائما على الخير، وهنيئا له بك وهنيئا لك به والله. الله يشفيك. الله يعطيكم العافيه جميعا. الله قهويك هاني. ولا تبغى تقهوي عبد الله؟ قهوي عبد الله؟ قهوي عبد الله عشان ما يزعل علينا. يقول انت القهوه حقتك بطعم المانجا يعني كانها ما عجبته. تبرد؟ كيفك؟ حديث الدار هذا تكلم. ايش رسالة تبغى توصلها؟ طبعا انا يعني تعلمت من عبد الله الله يجزيه خير، لما كنت اول مره تحمست قال لي صب لي شاي، فصبيت له شاي بغيت اشربه بغيت احرقه يعني، بس الحمد لله عدت على خير. قال لي لا يا بندر الله يرضى عليك لما تصب شاي خليه يبرد شويه وبعدين اعطيني، لانه صعب علي يعني ماني زيكم انا. فقلت له والله ابشر، عشان كذا صبيت القهوه واخذتها. وهاني ما شاء الله محترف، لما صبيت له خلاها شويه يعني طلع اخبر مني بعبد الله. قديم هذا قديم صديق قديم انا. الحمد لله. مره يا شيخ اول لما كنت احد يشربني اسوي له ومرة الله زين ما يكب عليك، بس والله واحد كب علي شاي حار على صدري انا بدون فلينه ايش اسوي؟ انا السبب. انت السبب. انت اللي جنيت على نفسك. لا تجني على نفسك بعد أن تطلب من الناس انهم. طيب خليني اعطيك كذا مجموعه اسئله لما تبرد القهوه يا عبد الله. حديث شيق وما تعرف كثير يعني جلهم جزاهم الله خير يشكرون يعني على مجيئك جزاك الله خير. يسألون كيف حال، طبعا كنيتك أبو جنان، يسألون كيف حال بنتك جنان؟ شو تعرف أنت ما عندي بنات أي لا أولاد ولا بنات، لأن ما شاء الله ولا بنات أيه. الناس يتناقلون يقول عبد الله ما شاء الله عنده الشعات. فلما يقول تقول أبو جنان أنت تؤكد إنه لا أنا أبو جنان يا شيخ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. الله. فالجنان جنان الخلد، وبعدين أنا اشتريت لي فرس سميتها جنان احتسبتها في رباط في سبيل الله. الله أكبر. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جميل. ولا لا أنا لسه حامل إيش؟ لا الحين يتناقلون الناس. حامل هم الدين. أي وانتبه لا يروح يقولون عبد الله مدري إيش. أنا حامل هم الأمة. الله المستعان. المشكلة أي شيء تقوله يفبركوه ما أدري كيف. هذا صالح بالأحمر يقول نحن في انتظار زيارتك لمسجدنا، الظاهر أنت وعدتهم إن شاء الله. جيب قهوتي. كذا رسالة احتسبوا يا الله يجعله بالعافية. شوف الآن شراء الرباعي هو اللي يأكلني ويشربني. الله أكبر. الحمد لله جزاه الله خير، هذا من الوفاء يعني كنت أوصل له الخير أنا والآن هو يوصل لك يعني هذا من الوفاء جزاه الله خير، حسن العهد من الإيمان. لولا دفع الله الناس بعضهم نفع وينفعني. أحسنت صح. أحسنت. رد للمعروف جزاه الله خير. طيب كذا سريعا يعني رسالة من عبد الله لمن ترك الصلاة. من ترك الصلاة عظمتها يا شيخ فرضت في السماء السابعة، كل الشرائع والصيام والأعمال التي شرعنا الله بها شرعنا الله وأمرنا بها كلها فرضت في الأرض إلا الصلاة. الله. كان لها موقف خاص. سبحان الله. أنا الآن لي كم أتمنى أسجد لله سجدة ما أقدر، وكثير من الأمهات يشتكوا أبنائهم أنهم يتثاقلون على الصلاة فعلا الأمر خطير والله يا شيخ. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. هو خلاف بين العلماء صح؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول
تارك الصلاة متعمدا متهاونا كافر، وبعض العلماء يقولوا فاسق، وانت تكون خلاف بين العلماء، يا اما كافر يا اما فاسق، والاثنين في النار ترى، الكافر والفاسق. الحمد لله. طيب لمن ابتلاه الله عز وجل ماذا يقول عبد الله؟ الحمد لله، اقول له اصبر واحتسب، وعجبني لامر المؤمن. النبي رسول الله يتعجب صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له، واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. يكفيك ان الله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، هذا شيء مفتوح. وكذلك اذا احب الله عبدا ابتلاه تفتخر. لما رحت ازور اخويا مخلد في المستشفى، زميلي، كنا انا وياه في الابتدائي والمتوسط، اخذت معايا اثنين عشان يزوروا، قلت لهم قوموا اكسبوا اجر زياره المريض. والله يقول عبدي مرضت ولم تعدني، كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال مريض عبدي فلان لو عدت ولو وجدتني. لما دخلت اخذتهم عند مخلد اقول لهم ايش رايكم في مخلد؟ مخلد هذا انا وياه كنا في الابتدائي والمتوسط سوا، الان هو شل الرباعي وانا شل الرباعي. سبحان الله. ادعو له الله يشفيه يا رب، ويغنيه عن الاكسجين اللي يتنفس بالاكسجين الان، له 22 سنه. فكيف نشكر نعم الله؟ انظر الى من هو اسفل منك، اصحاب البلاء. الان شوف انا بلائي زي بلاء هاني، ايش رايك؟ لا في فرق. هاني لما نشوفني يشكر الله. الحمد لله. انا لما نشوف غيري ياكل بالليب وخشمه اشكر الله. الحمد لله. لما نشوف غيري ما يتكلم سالت ايش رايك؟ في بلاء اخاف من بلاء. صحيح. رحت السجن قلت لهم في شيء مشترك بيني وبينكم. قالوا لي ايش هو؟ الحب في الله. قلت لهم لا، هذا وارد. الإيمان، الدعوة. فقلت لهم المشترك بيني وبينكم السجن، بس أنتوا اللي سجنكم المخلوق، أنا اللي سجنني الخالق. سجن المخلوق بكرة تخرج منه. واحد قال لي يا شيخ أدعي لي عليه حكم 20 سنة. قلت له ألف مبروك هنيئا لك. قال لي أقول لك 20 سنة تقول لي مبروك؟ قلت له كم قضيت منها؟ قال لي قضيت 4 سنوات. قلت له باقي لك 16 سنة تخرج، تحفظ القرآن بنصف المدة تخرج. صح؟ صح. عفو ملكي تخرج، عدة وسائل. أنا محكوم عليها في نظري ونظر الأطباء مؤبد، إلى أن ينظر الله إلي بعين الرحمة. الله أكبر. إلى أن الله يشفيني أو أنتظر الموت. قضيت منها 26 سنة، وجهي ما أحكه، أكلي ما أكله، يد عورتي ما غسلها، هذا مو من البلاء؟ راضي ولا ماني راضي؟ صابر إن شاء الله، الله يجعلني من راضي. ولو ماني راضي بفضل الله ومنته وكرمه ما جيت أمامكم أقول لكم يا أخوان أرضوا بما كتب الله لكم. سألت أعمى قلت له تتمنى تكون مكاني؟ وأنا أسأل كل واحد صاحب مصيبة الآن في التلفزيون، كل إنسان عنده مصيبة، صح؟ هاني تتمنى تكون مكاني؟ ليش؟ الوضع اللي أنا فيه أحس نفسي أفضل، لو كنت مكانك بفقد أشياء كثيرة. شوف مقالتي ما يتمنك، تحبني ولا ما تحبني؟ أحبك. وأنت يا بندر؟ مرة كنت معك في لقاء فجاني واحد من الإخوة كفيف يعني، يقول أنا كنت أفكر إني لما يعني أدخل دورة المياه أتضايق شوية، لأني مثلا ما أعرف النجاسة ويمكن تصلني نجاسة وأنا ما أشوفها، لكن لما شفت عبد الله حمدت الله كثيرا وعرفت أني أنا في نعم كثيرة ما يعلم بها إلا الله، فقلت الحمد لله. ما أنا في مصيبة أنا إلا أخدم نفسي. تلاقي غيرك عنده مصيبة، ما في شك يرقق بعضها بعضا يعني تلك الفتن، لكن هنا الواحد اللي يهون عليه مصيبة اللي شاف مصيبة يعني. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أعطانا قانون يا أخي لو مشينا عليه؟ اللهم صل على انظر إلى من هو أسفل منكم. الله أكبر. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم،
ذلك أجدر من أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه الأخت ياسمين تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبر عبد الله أن أبي له ما يفوق 35 سنة وهو مصاب بالشلل. هنيئا لكم. والصبر حديثه. الله. والنجاح طريقه والجنة موعده إن شاء الله. يا رب. الله يصبركم، أنزل عليكم من الصبر أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء. يا رب. لما تشوف مثل هالأرواح تعرف إنه المرض مو مرض الأجساد، مرض الأرواح. نعم. يعني بعضهم صحيح معافى لكن لا يعرف للصبر، الصبر لا يعرف إلى قلبه حديث، النجاح لا يعرف إليه طريق، حديث التشاؤم، الملل، التسخط، وهو معافى في بدنه. لكن لما تشوف أمثال هؤلاء تعرف أن القضية ما هي قضية أجساد، إنما هي قضية أرواح، قلوب، هي قلب حي، قلب يحييك يعني 35 سنة. أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وهذه حياته. عبد الله 26 سنة كل يوم يلقننا درس، كتب الله أجرك وغفر ذنبك بالفعل. يعني واللي يخدم المريض يا شيخ أجره عند الله قد يكون أعظم من المريض. كيف 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 لأنه يخدمه هو صابر وراضي، أما المريض يصبر غصبا عنه. صحيح. حتى كان مرة أحد المشايخ استضفناه فكان يتكلم عن بلاء المريض وبلاء أهل المريض. يقول سبحان الله إذا مرض المريض يمرض أهله معه ويحبس أهله معه. صح. يعني هي القضية شوية واسعة، ما هي مختصر، يعني ما هي مقتصر على يعني شخص واحد. عبد الله الحديث جدا ممتع وجميل، ويمكن وقتنا يعني أزف على الرحيل. ماذا يريد أن يقول عبد الله في نهاية اللقاء؟ أنا ما قلت لك على موقف. هات أعطينا موقف. أنت وهاني. أي واحد زان رحنا الحرم مرة وما كان في عربية، لي مواقف معه خطيرة. مرة ما كان معه عربية وفين جلس؟ فين؟ هو يطبق ترى زي الدفتر يعني. الله يمتعك بالصحة والعافية. جلس على اليد حق الكرسي ورجوله فوق رجولي. أها. صرنا داخلين الحرم الناس تلموا علينا. يقولوا أنتم متلاصقين؟ أنت تو. ما شاء الله عليه هاني خفيف يعني يبدو إني. إيه ما شاء الله. على طول. زي الدفتر طبعا. دفتر. واحد جو الأخوان في البيت عندي دقوا الباب. ففتح لهم هاني، تفاجأوا وفرحوا. افتكروا أنا، هو في شبه بيني وبينه. إيه في ما شاء الله. الآن بعد مامتين دنا صرت ضبة، هو والأول كان في شبه كبير بيني وبينه. فقالوا لي من هذا؟ قلت لهم أنا عشاني فريد من نوعي ونادر ما في زي. الدكاترة قالوا أنت تنقرض مشكلة، نبغى نسوي منك استنساخ، نبغى واحد زيك بنعمة يطير ويمشي ويجري. فسووا الاستنساخ طلعت مشكلة، انطفت الكهرباء، انحرق. ايش بو الرجال مستلمك كذا يعني. حبيبي. وشوف عشان يحبك ما هو قادر يعني يتكلم. المرات الأخيرة برضو لما كنت عنده قبل كم في السنوات الأولى اللي تقول 10 سنوات لما تعرفنا مع بعض. أيه. كان الشبه بيني وبينه كتير جدا. أنا حتى أول ما جيت كنت كنت أطلع أمشي في شوارع جدة بالقرب من بيت عبد الله. وألاقي كتير من أصحابه يسلمون علي في الشارع مع ابن خالتي ومع أخوي الذكر، ويتفاجئون من على طول انه عبد الله بن عمه. عبد الله بن عمه كيف حالك تمام؟ هم كالعاده متعودين انه عبد الله يسلمون عليه على الراس على انه ما يحرك ايده. ايه. فانا رده غير اراديه اسلم بايدي. ايه يتفاجئ. كيف حالك تمام؟ عبد الله ايدك تتحرك؟ فانا ارجع اكمل الدور اقول لهم الحمد لله الله شفاني. وامشي بشخصيته. الله يسعدك. هاني هاني أبو فراس. ونعم والله الحمد لله. الحمد ونعم لله. ونعم والله ونعم. الله يعطيك. إيش رسالة توصلها لأخوانك؟ هذه الدنيا ما تدوم الحد، وأنت ما شاء الله قلت الكثير يعني ما بقيت شيء. الله يعطيك. أنت والأخ بندر وظن أنها رسالة واصلة لأخواني المشاهدين وكل مكان، واشكر الجميع على الاستضافه الحلوه هذه الجميله. الله يسلمك. الله يسلمك. انت اكرمتنا الحمد لله، وعبد الله اكرمنا بحضوره.
فشكرا لك يا عبد الله، شكرا لك. ما نحن إلا حجة لهم وعليهم. الله يسعدك، وأنت إن شاء الله خير معين اليوم. جبت وأتيت لنا بخير وفير اليوم، الحمد لله. كتب الله أجرك ونسأل الله يتقبل. وكيف كلنا نفعل الخدمة عندنا توصيل الخير للغير. أحسن شعار. ترى كل واحد عنده خدمة. الآن الجوال لما تشتري الشريحة فيه خدمة نت، خدمة رسائل، خدمة عندنا خدمات كل عمل خير صناعة المعروف. فكيف نوصلها ونفعلها مع الله سبحانه وتعالى؟ وأرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. لأن أمشي لقضاء حاجة أخي خير من اعتكاف شهرا بمسجد. الأمة محتاجة البعض. الله يسعدك يا عبد الله، أسعدتنا ونورتنا وأسعدنا هاني والله اليوم بحضوره تشريفه يعني معك. وهنيئا والله كثير يعني قاعدين يقولون هنيئا لهاني بعبد الله ومحبتهم وأخوتهم والروح الجميلة يعني بينهم. وأخيرا هاني اكتشف أو كشف لنا سر أنه يتقمص شخصيتك كمان مع الناس. الله يجمعكم دوما على الخير. هذا تزوير أعتبره. أنت حال شخصية. الله يسعدكم، الله يسعدكم جميعا. وبالمناسبة نحن يعني فاصلنا القادم هو سناب المدينة يتكلم عن المدينة، فأنا أستأذنكم بعد شكركم أن نأخذكم والمشاهدين في جولة يعني سريعة على هذا الفاصل. مشاهدين سناب المدينة، مش عندهم مش يقدموا لنا، نتابع. جلسنا